have to finish the war as soon as possible. بزي عسكري يظهر به منذ بدء الحرب، ظهر زيلينسكي بخطاب مختلف هذه المرة، فدوما ما كان يحمل في خطاباته تهديدا ووعيدا، حتى انه هدد بوتين بالقتل منذ فترة ليست ببعيدة. Want to kill Putin at this moment. لكن الآن اختلفت لهجة الرئيس الأوكراني بعد تزايد حظوظ ترامب في الفوز بالانتخابات الرئاسية وانسحاب بايدن، فزيلينسكي يخفي قلقا واضحا من أن عودة ترامب المحتملة ستكون مصحوبة بسياسة أمريكا أولا إذا أعيد انتخابه، كما تعهد بقطع المساعدات عن أوكرانيا وإنهاء الحرب في يوم واحد. الرئيس الأمريكي السابق طالما اعتمد الدبلوماسية والليونة مع روسيا، حتى إنه في بعض الأحيان أعرب بشكل صريح عن إعجابه بالرئيس الروسي. مواقف ترامب تشعر الأوكرانيين وحلفائهم الأوروبيين بالذعر من الفترة الثانية المحتملة لحكمه، ومما يزيد الطين بلة بالنسبة لكييف والغرب اختيار ترامب لجي دي فانس كنائب له في حال فوزه. فالسيناتور الأمريكي معروف عنه معارضته بشدة لاستخدام الأموال لمساعدة أوكرانيا واعتماد أوروبا المفرط على أمريكا عسكريا. وبات خوف أوكرانيا والغرب الآن من أن فوز ترامب المحتمل قد يكشف عورتهم الأمنية والعسكرية أمام روسيا. ومن هنا بات من الضروري لكافة أطراف النزاع أن تضع الحرب أوزارها، طالما أن الجميع قد انتصر وخسر في آن واحد.